زهرة الألمانية أو فوندينابيل ليونتين جورجيت جيراردا صاحبة 74 سنة بلجيكية من أصول ألمانية انضمت إلى الثورة الجزائرية وعمرها لا يتعدى 19 سنة. انضمت وهي مقتنعة بأن مكانها بجانب زوجها الجزائري أحمد ضحوة المناضل بالولاية التاريخية الأولى. كنت نعاون الجوز نتاعي كان يعقب السلاح على الحدود، سما كي يكونوا هكاك الكونترول ولا حاجة ولا لي باراج، سما أنا اللي نعقبهم. أنا لي زوروبيان اون ايتي با كونترولي اي تو. جيتي انفيرميير لابا وماركيش سواني لي بليسي اي تو. المشكل نتاعنا في الإسعاف، ما عندناش حنا في هذيك الوقت اللي صعب باش نوصلوا لمرض لي بليسي المستشفى. هي في المستشفى في ذاك الوقت ما تخرجش. هي في هذاك الوقت حنا في كي جات هي كان عندنا زوج نساء، نعرف زوج، هي وواحده يقولوا لها ناديه، هي اصلها باللغه نتاعنا قبيليه. قعدوا يخدموا معاهم مع بعضهم الى 62. زهرة الألمانية التي تحمل قلبا جزائريا وصلت نضالها بعد الاستقلال، حيث استقرت بتاكوت ولاية باتنا وتم منحها الجنسية الجزائرية سنة 1969 لتعتنق بعدها الإسلام عن قناعة وتخدم قطاع الصحة لمدة 35 سنة. رزمو يا ويل انديبوندونس مو جي ريستي ترافاي كوم انفيرميير سانج فام دون ان بيتيت كومون où il n'y avait rien, l'électricité, ni le transport, il n'y avait rien du tout. Enfin, on faisait avec ce qu'on avait. Je voudrais que les jeunes ils continuent ce que nous, on a commencé. Parce que c'est vraiment quelque chose de très bien. تكريم زهرة الألمانية بمناسبة الذكرى 62 لاندلاع ثورة نوفمبر رافقه تكريم مناضلين أوروبيين آخرين آمنوا بعدالة القضية الجزائرية على غرار فيليكس كولورا وإيدياكلو وجوليان أكومبورا.